تخرج الدفعة 50 للأطباء من كلية قسنطينة، للطب جامعة قسنطينة 3، حوالي 1000 طبيب رايحين يزيدوا في العدد اللي موجود في خدمة الأريض. وفي هذا العدد فيه اللي رايحين يعقبوا الكونكور باش يكونوا أطباء أخصائيين، في اللي رايحين يخشوا للعمل. شاق بزاف سرتو مع غياب الأب في السنة الخامسة، كانت أصعب سنة بالنسبة لي، ولكن الحمد لله فتنا المصاعب بالعائلة وكل شيء الحمد لله. لكن بربي إن شاء الله حابة ندير راديو. الدراسة الحمد لله كانت جيدة، الشعب الجزائري شعب مضياف، لقد استقبلونا بكل صدر رحب وعملونا كإخوة وأبناء لهم، الحمد لله على كل حال. الفرحة ما نقدرش نلخصها في كلمات، لكن نستغل الفرصة هذه باش نوجه الشكر تاعي لماما وبابا. الحمد لله تم حفل ختامي لمشوار طب، هو حفل نقدر نقوله حفل ختامي لمشوار جامعي، وهو أيضا حفل بداية للمشوار المهني. نسأل الله فيه التوفيق والنجاح.